بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل ترقية وتمهين الصحافة الوطنية. رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية الشقيقة. ولاية نواكشوط الغربية تعزز خطاها الأمنية الجوية على طول الشاطئ لتأمين المواطنين في أيام عيد الفطر المبارك. اهلا مرحبا بكم وعيدكم سعيد مشاهدينا ومستمعينا عبر الافام، واهلا بكم الى مساءية الموريتانية. مرحبا زينب. مرحبا بك، اهلا بكم. اكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني على ضرورة مواصلة الجهود من اجل ترقية وتمهين الصحافة الوطنية، واشار سيادته في تغريدة نشرها على صفحته على تويتر إلى الدور المهم الذي تلعبه الصحافة باعتبارها عامل بناء واستقرار، وهذا نص التغريدة. بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقدموا بالتهنئة لكل منتسبي هذه المهنة النبيلة، وإيمانا منا بدورها المهم كعامل بناء واستقرار، نؤكد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل ترقيتها وتمهينها. تلقى رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وخلال الاتصال الهاتفي هنأ صاحب السمو رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له التوفيق وموفور الصحة والعافية وللشعب الموريتاني مزيدا من التقدم والازدهار. وبذات المناسبة شكر رئيس الجمهورية صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي وقدم له تهانئه بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له التوفيق وموفور الصحة والعافية وللشعب الإماراتي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار. كما كان الاتصال الهاتفي فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية العميقة القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة. عززت ولاية نواكشوط الغربية خططها الأمنية الجهوية على الشاطئ البحري التابع لها، وتهدف هذه الخطة إلى تأمين المواطنين وهم يتمتعون بعطلة عيد الفطر المبارك. على طول هذا الشاطئ البحري التابع لمقاطعة تبرغزينة بولاية نواكشوط الغربية، يفضل معظم سكان العاصمة الخروج ترفيها للأنفس وبحثا عن هواء نقي بعيدا عن ضوضاء المدينة وضجيجها. ولتأمين هذا العدد من المواطنين عززت ولاية نواكشوط الغربية الخطة الأمنية الجهوية، حيث جهزت طواقم أمنية وصحية للقيام بما يلزم حماية وحفاظا على هؤلاء المتنزهين. والي الولاية السيد عبد الرحمن ذو الحسن رفقة المفوض الرئيس المدير الجهوي لأمن الولاية محمد أحمد الإسماعيل والمقدم قائد القطاع الجنوبي لخبر السواحل الموريتانية محمد ياسين عبد القهار تفقدوا سير عمل فرق الأمن والحماية المدنية والطواقم الطبية في الميدان، حيث تلقوا شروحا عن مهام هذه الفرق ومدى جاهزيتها لأداء مهامها على أكمل وجه. عندنا خطة أمنية للولاية دائمة وثابتة، ولكن فترة الأعياد نعدلوا خطة مدعمة، وفي إطار ذيك الخطة المدعمة استحدثنا آلية جديدة لتأمين الشاطئ. لاحظنا عن الشاطئ أنه فيه يجوه مرتادين ياسر من المواطنين بكثرة ويخلقوا فيه الكثير من الحوادث، وبذيك المناسبة عدلنا خطة بالتعاون والتنسيق مع خفر السواحل والأمن المدني ووزارة الصحة والشرطة الوطنية بالطبع اللي هي اللي مسؤولة عن تأمين منطقة نواكشوط الغربية الولاية نواكشوط الغربية، وهذا كامل المريود منه تأمين المواطن. دور المواطن يعاوننا في تأمينه، والوقت اللي أنا زرت فيه هون شهدنا بعض الحوادث، رأينا شاشرة صغيرين قادين عليه لهم
وعقبوا انجبروا يمشوا بهم الفرق ويسولوا عن اهاليهم الين يراوهم، وراينا واحد فات الينا تليق رق الحمد لله وانتقذ. تعزيز الخطة الأمنية الجهوية على مستوى ولاية نواكشوط الغربية يأتي في إطار السعي إلى تأمين المواطنين والسهر على حمايتهم، وهم يتمتعون بعطلة عيد الفطر المبارك بسكينة واطمئنان على هذه الشواطئ التي أحب الله بها البلاد. يعقوب اللصوفي، الموريتانية. تشهد منتزهات الأطفال خلال فترة الأعياد إقبالا كبيرا من قبل سكان العاصمة نظرا لما توفره من وسائل الترفيه المختلفة، ما جعلها تستقطب العديد من الأسر التي تبحث عن ملاذ آمن يمارس فيه الأطفال ألعابهم المفضلة. كاميرا الموريتانية رصدت أجواء العيد داخل هذه المنتزهات وعادت بالتقرير التالي. هكذا هي أجواء العيد داخل بعض منتزهات الأطفال في العاصمة نواكشوط، أجواء مفعمة بالحبور والحماس. أبطالها أشبال قدموا مع ذويهم من مناطق مختلفة بحثا عن الفسحة والاستمتاع بأجواء العيد، فهي فرصة موسمية لممارسة هواياتهم المفضلة داخل هذه المنتزهات التي توفر لهم ألعابا مختلفة وفضاء للترفيه وتوثيق اللحظات الجميلة. بارك زين ما شاء الله جبرنا فيه تركه وياسر ياسر من الامان قاعد وامن حتى، ورينا فيه صحابنا كنا نجابر معاهم في المدرسه، ورينا صحابهم اللي دائما نجبرهم قاعد نصاحبهم مع تركه جديد. ذا البارك زين ما شاء الله، جاي هون شي صحباشي واخواتي نلعبوا، جاي هون على اساس تركي يجابروا مع اصحابهم واخوتهم ويلعبوا ويجوقوا يوم اللي عاقبين لهم اجواء الدار. وبارك ما شاء الله زين فتبارك الله امن ما شاء الله، ولا عندهم بعد مشكلة لا هم هنا يلعب لعبوهم بارك زين تبارك الله. مهم للتركة يروحوا به عن تعب في الدار عن ظروف المدرسة والقراية كاينه مناسبة يوم العيد. في ظل الإقبال المتزايد عليها خاصة في موسم الأعياد، يرى القائمون على هذه المنتزهات أن أمن وسلامة الأطفال بات يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لهم، وهو ما حدا بهم إلى تعزيز وسائل المراقبة لتوفير الأمن داخلها. بارك ما شاء الله عليه الإقبال وعليه اللي تراعي فيه بعض كامل الحمد لله، من ناحية معاملات الزبناء وباط الحمد لله رواق جمع تركوا هون تراعي فيهم يبقوه، من ناحية الأمن هم اللي آمن فتبارك الله. إقبال عليه نقدر نقول عنه موسمي، به اللي أكثر دائما يعود في الأعياد والعطل خاصة العطل الصيفية والشتاء، الزمن الثاني لا يعود إقبال عليه عاد. لا تكتمل فرحة العيد عند هؤلاء الأطفال إلا بزيارة هذه المنتزهات التي يلتقون فيها بأقرانهم في جو ترفيهي يترقبونه منذ فترة. بدأت المطاعم والمقاهي في نواكشوط تستعيد نشاطها المعتاد بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك. وقد أغلقت معظم المطاعم والمقاهي في العاصمة أبوابها خلال شهر رمضان المبارك الذي تتغير فيه الأنماط الغذائية ويفضل خلاله أكثر الصائمين إعداد موائدهم في البيوت. المطاعم والمقاهي بالعاصمة نواكشوط تستعيد قسطا من حيويتها ومشهدا من الحركية والانتعاش اللذين افتقدتهما خلال أيام الشهر الفضيل بسبب ركون معظم هذه المحلات إلى استراحة محارب تمشيا مع أجواء الشهر الكريم وما تقتضيه متطلبات المائدة الرمضانية. في شهر رمضان الحمد لله كنا واقفين عن العمل، الناس ما هي مقبلة على المطاعم، أغلبية الناس تفطر في الديار وتفطر في المنازل واللي منادي، وذلك ما شاء الله أول أيام العيد ما شاء الله إقبال ما شاء الله. الناس عنا في رمضان كانت تعمل الوجبات منزلية كلها عدل الفطور وفبلو مستغني عن المطاعم، فلاحظنا من الليلة بالضبط إقبال ما شاء الله زين. وقت رمضان نحن صراحة ما كنا قافلين، كنا مفتوح، ولا استقبال زبائن كان قليل جدا لأنه قلبيت من زبائن كان يفطروا بالبيت، واليوم الحمد لله رجع على طبيعته. أفراد وجماعات وعائلات قرروا تمضية جزء من سمر العيد وقضاء بعض من وقته المميز على مقاعد هذه المقاهي أو داخل هذه المطاعم للاستمتاع بما تقدمه من وجبات. مبروك عليهم العيد كاملين ونصحوا كاملة أورا رمضان شبه حد لا يغير جو، قيس مطاعم، قيس شاطئ، قيس النوع من المر يبدل جو، تطرالوا
طاقة جديدة، نشاط جديد. رمضان الحمد لله كانت الناس تعد انواع الوجبات في الجار، ما كان حد عنده بزوان يقيس لريستوران، واغلبية الريستورانات كاع كانت مقفولة. ورك الحمد لله الناس رجعت لجواها وجوا العيد، والناس فرحانة بالعيد وتبقي تقيس ريستورانات وتاكل وجبات جديدة ووجبات متنوعة. الأطفال أيضا لم يفوتوا المشاركة في قص شريط العودة إلى أجواء الوجبات المحضرة بالمطاعم، خاصة بعد حصولهم على ديونة العيد. مناسبة العيد قسنا الأسطورة وجبر الديونة، أعطتنا الناس الديونة وشرينا بها ذا ورينا نشرو بها شيء آخر إن شاء الله. جينا الأسطورة أنا وأختي وخالي وشينا وجبات جديدة. تعمل المطاعم والمقاهي بالعاصمة مع بداية العودة إلى نشاطها المعتاد من أجل خدمات ترقى إلى مستوى ذوق الزبون بعد شهر فضيل اختلفت فيه الأنماط الغذائية وتغيرت المواعيد بشكل عام. وإلى مدينة كيفا عاصمة ولاية العصابة، حيث يحرص الشباب والصغار على تخليد العيد بطريقتهم الخاصة. شوارع المدينة وساحاتها كانت وجهة للشباب والأطفال القادمين من كل الأحياء من أجل الاستمتاع بفرحة العيد. ما ترونه هنا ليس مسيرات، بل هو حشود من الشباب يمشطون شوارع كيفا ومساحاتها، مستعرضين ملابسهم الجديدة علهم يلتقون بأصدقاء لهم فرقتهم جغرافيا المدينة الكبيرة. لا يلقي الجميع هنا بالا لعدد الأمتار التي يقطعونها، ففرحة العيد والغبطة به تنسيهم التعب، يوثق هذه اللحظات ضمن شريط الذكريات حتى يبقى هذا اليوم حديث البيت والمدارس بعد العودة. العيد ما شاء الله زين، نمشي ونسدروا ونجولوا على الناس ونشوف صحاباتنا، ما قطعنا شفنا ميانا عنهم. العيد ما شاء الله كان أجواء زينة، رمضان ما شاء الله زين تبارك الله، ما قطعنا فيه تبارك الله مشكلة، ما شاء الله ما شاء الله زين تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله عيدنا تبارك الله على أحسن وجه الحمد لله، تركه ما عنده مشكلة ما شاء الله. تمثل هذه الكثبان الرملية في منطقة تسمى العلب أبرز الوجهات المفضلة للصغار، فعلى قممها يتجمهرون للاحتفال بالعيد ولقاء أصدقائهم الذين قدموا من كل أحياء كيف خصيصا لهذا المكان. عيد مبارك علينا وعليكم، إن شاء الله العيد زين علينا وعليكم إن شاء الله. عيد مبارك علينا وعليكم، نمشي أنا الجولو نمشي عالم إلى كامل الجول ما شاء الله، نمشي مع أصحابنا شال لباسنا زينين، نمشي نصوروا إلى نصوروا هك تموا عدوا كل شي ندوروا. ملابس جديدة وفرحة كبيرة في صفوف الصغار وهم يحتفلون بمقدم العيد الذي حمل لهم البهجة والسرور وقدم لهم فرصة الخروج من المنزل واللعب حتى الغروب. هنا يحتفل الصغار بعيدهم ضمن مهرجان مفتوح يوثق فيه الجميع لحظاتهم ويحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة. بابياري ولي اليدالي لقناة الموريتانية مدينة كيفا. وفي ولاية غورغول تتواصل الفعاليات المخلدة لعيد الفطر المبارك على مستوى مدينة كيهيدي. فريق من الموريتانية زار ساحة المطار ورصد لنا أجواء الاحتفالات بالعيد هناك. بمشاعر تطبعها البهجة والسرور استقبل المواطنون في مدينة كيهيدي عيد الفطر المبارك، فمنذ ساعات المساء الأولى ورغم ارتفاع درجات الحرارة عجت شوارع المدينة وساحة المطار التي تعتبر من أبرز الوجهات الترفيهية بجموع غفيرة من المواطنين ابتهاجا بالعيد وتعبيرا عن الفرحة به. رانا مباركين للجميع بمناسبة العيد، عيد مبارك علينا وعليكم، ألف خير على جميع المسلمين. هذه ساحة المطار موجودة في وسط منطقة الولاية كيهيدي المعروفة، وهي من أشبه المناطق اللي تجتمع عليها الناس عادة. ما شاء الله ذاك أداها أسباب عديدة، منها توفير ما شاء الله الأمن لها، بلي تبارك الله ساحة ما شاء الله آمنة للجميع، توافد لها الناس في الله من كل حدب ينوصل بجميع الولاية تبارك الله. الشباب تبارك الله هون تبارك الله فرحة بالعيد، لابسين تبارك الله لباسهم من نساء وشباب، حتى على أن هنا بعض الأحيان يجون ناس كبار بارك الله يروحوا عن ضميرهم بمناسبة فرحة العيد. أجواء العيد جيدة وفريحة ما شاء الله،
وزينه فتبارك الله. وين يعود يوم العيد؟ الساعه الرابعه والله ذاك يجوا الشباب ما شاء الله هون عند المطار ويعدلوا في حفلات ويجوا ما شاء الله كاملين ويتلقوا ويتبادلون الزياره والتسامح والتعاطف والاخوه ما شاء الله والسعاده والناس فرحه فتبارك الله. مشاركة الأطفال بهذه المناسبة كانت حاضرة بقوة في مشاهد الاحتفالات هذه. راني شاكرة أهل الناس اللي جاب أحياء هون شال المطار، راني شاكرة الناس سمحوا راني سامحة لكم. أجواء العيد ونتيها زينين، مطالبة من الناس السماح، أجواء ونتيها العيد ما شاء الله زينين، نجوا ونتيها الساحة نلعبوا ونجوقوا، الحمد لله أجواء زينة تبارك الله. احتفالات العيد واكبتها خطة أمنية بهدف تأمين المدينة وتوفير ظروف ملائمة للاحتفاء بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية التي يحتفل بها المسلمون كبارا وصغارا وفي كل أرجاء المعمورة. رغم تعدد أماكن الترفيه في مدينة كهيدي تبقى ساحة المطار وجهة أساسية للعديد من أبناء المدينة الراغبين في قضاء أوقات سعيدة في أيام العيد المبارك. شقي محمد فال لقناة الموريتانية مدينة كهيدي. وعلى مستوى ولاية أدرار احتفل سكان مدينة أطار كغيرهم من سكان الولايات الداخلية بعيد الفطر المبارك. وتميزت هذه الاحتفالات بالطقوس والعادات التي دأب سكان المدينة على القيام بها خلال كل عيد. كغيرها من مدن الوطن تعيش مدينة أطار هذه الأيام على وقع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، ولأن لكل مدينة أو جهة من جهات الوطن خصوصيتها التي تميز تعاطيها مع المناسبات والأعياد، فإن لسكان هذه المدينة طقوسا تميزهم عن غيرهم خلال يوم العيد. ولمعرفة أهم هذه الخصوصيات التي يتميز بها سكان أطار تحدثنا مع بنبول طراح أحد وجهاء وأعيان المدينة. الأطار كباقي مقاطعة الوطن يخلد العيد بكثير من الأمور المهمة، يبدو مع الصباح بمرق الفطلات كيف أصلني الله يخلق، ونفهم توجه الناس شهر المصلى أداء صلاة الفطر صلاة عيد الفطر، وثم تولي العليات شهر المنازل وتبدأ لبسوا التركة ويجهزوا حالتهم ويبدوا مولي عدوا الوجبات ويبدوا الرجال في توفير ما يلزم، وثم بعد ظهر مباشرة تبدأ الزيارات، الرجال يزورون الأقارب وكذلك النساء والأطفال، وتبدأ المراسيم الاحتفالات المختلفة، منهم جماعات تمشي تخبط الشارع وجماعات تمشي تحضر للزلبل ولعاد الخيل خالق من هشم واللي يخلق فيها يخلق لزة، وبعضهم يجلس مباراة كرة القدم ومباراة أخرى مختلفة عن الرياضات. هناك وجبات تعدل ملي وجبات خصوصية اللي تختص بهذا، كيف يعدلوا بالقمان ويعدلوا كسور ويعدلوا كسكس ويعدلوا وجبات مختلفة، كل حد كل مدة وكل جهة من المدينة يعدلوا وجباتهم اللي خاصة بهم. ويبقى العيد مناسبة دينية عظيمة يستقبلها سكان مدينة أطار بالكثير من الغبطة والحبور على غرار بقية ولايات الوطن الأخرى. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة أطار. والآن ننتقل إلى شبكة مراسلينا في الداخل، حيث ينضم إلينا من مدينة أطار مراسلنا الحسن دباب وسيد أحمد والبوبكر سيرة من مدينة زورات. لو بدأنا مع دباب على أن نعود لأبوبكر سيرة لاحقا في سياق هذه النشرة. أهلا بك الحسن، لا حدثتمونا عن أجواء العيد في مدينة أطار وأهم التقاليد أو العادات التي يتميز بها هذا اليوم. عيد مبارك أحمد، وكل عام وأنت بخير ولكل مشاهدي قناة الموريتانية. بطبيعة الحال الأجواء هنا أحمد هي أجواء احتفالية بطبيعة الحال بعيد الفطر المبارك على مستوى ولاية أدرار عموما وعاصمة الولاية بشكل خاص مدينة أطار. منذ اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك بدأ المواطنون والسكان هنا على مستوى هذه المدينة بممارسة كل الطقوس المتعلقة بتخليد هذا اليوم الكبير والذي استقبله السكان هنا على غرار باقي سكان ولاية الوطن بالكثير من الغبطة والحبور والسرور والفرح. فعاليات عديدة تم تنظيمها احتفاء بهذا اليوم،
تم حيث أقام السكان بتنظيم سهرات مديحية على طوال ليلة الفطر المبارك، وكذلك جموع غفيرة من المواطنين تنادت على مختلف الأماكن العمومية في المدينة كالساحات العمومية التي دائما ما يذهب إليها المواطنين في أيام الأعياد، خاصة ما يسمى هنا بالربط وبصالة وبالأماكن التي يتنزه فيها المواطنون. جموع غفيرة من المواطنين من الكبار والصغار ذهبوا إلى هذه الأماكن العمومية وتجمعوا فيها احتفالا وبهذا اليوم الكبير. بطبيعة الحال يمكن القول أحمد بأن العادات والتقاليد التي دأب سكان مدينة طار على ممارستها واحتفاء بعيد الفطر المبارك أو حتى بمناسبات الأعياد بشكل عام هي دائما ما تتقاطع، يمكن القول بأن تتقاطع نوعا ما مع العادات والتقاليد التي يقوم بها السكان الولايات الأخرى، لكن هناك شيء يميز هذه المدينة ويمكن نذكر مثلا على بطبيعة على سبيل المثال الوجبات، بعض الوجبات التقليدية التي يعدها سكان مدينة أطار هنا احتفاء بيوم العيد، من هذه الوجبات التقليدية وجبة بالغمان وغيرها، وجبات كثيرة يتم إعدادها خاصة بمناسبة يوم العيد احتفاء بهذا العيد الكبير. طبعا على كل حال هي أجواء احتفالية بيوم العيد الفطر المبارك على مستوى هذه المدينة. حسن دباب مراسل قناة الموريتانية في مدينة أطار، شكرا جزيلا لك. في ظل غياب مناطق سياحية تلجأ إليها الأسر في مدينة زويرات خلال فترات الأعياد، يكاد يكون منتزه زويرات المستقطب الأوحد للأطفال خلال هذه الفترة. ويطرح هذا الاكتظاظ الكبير في هذا المنتزه أهمية فتح منتزهات أخرى في المدينة توفر لأطفالها فضاءات آمنة للعب والتسلية. يكاد هذا المنتزه يكون الوجهة الوحيدة المفضلة لدى أطفال المدينة المجمية في مثل هذه المناسبات، فلا يجد الطفل متسعا كافيا للعب ولا يجد الآباء الطمأنينة الكافية للعب أطفالهم، مما قد يحول البحث عن التسلية إلى خطر على حياة الأطفال. وأمام هذا المشهد كان لزاما لمصور مكتب قناة الموريتانية الانتظار حتى ساعات المساء لالتقاط صور مناسبة للأطفال خلال ممارستهم مختلف الألعاب التي يوفرها منتزه الزوارات دون ضغط نفسي. لنعود يوم العيد جابرا وصحابي نلعب بالعيد ونعود عندنا جماس. نعود العيد نلعب دويحة بارك. نجي البارك ونبدا نتسلم مع زملائي أصدقاء. نيني يوم العيد نشوف هنا الشباب في بارك زين ما شاء الله، نشوف هنا أصحاباتنا ونتسلاو معاهم ونلعبوا. يمثل هذا المنتزه بالنسبة للأطفال فضاء للعب والتسلية، إذ يوفر لهم ألعابا متنوعة تتماشى مع مستوياتهم العمرية، رغم محاولة البعض من حين لآخر كسر تلك التراتبية الخاصة باختيار كل لعبة. ورغم الإقبال الكبير على هذا المنتزه في مثل هذه المناسبات، تؤكد القائمات عليه بقاءه شبه مهجور في الأيام الأخرى. هذا مجموعة من النساء هم في زوارات عدنا ذي المنتزه اقتراح من احنات ودبرنا فيه مجهود كبير وتعبنا فيه ياسم التعب، نتيجة اللي قلت شي في زوارات لا يستدر قاع فيه الشير والله لا يتزه فيه والله لا يمشي قيس وقت يقروح فيه عن الدار. وعاد الحمد لله بلاد زين للترك شي في العياد وجو العلايات ما الحمد لله يستدروا فيه ويجابروا فيه وتجابر فيه الناس تسالم فيه والتركة تبقي حقيقة، لكن الإقبال عليه مازال لا في العيد، الأوقات الثانية ضعيفة ونبقوا الناس عنها تم أوقات العطال اللي الصغارات اللي في السنة تم ترك الناس تجيب تركتها البارك وتتمم اللي تجيب بديماس لأنه زين والتركة لا بد لها من البلاد تم تسدر فيها وترفى فيها إلى مذاك تعود ذا عندها كامل تعب ونكدانة منه لا هم مهم عندها. الإقبال على المنتزه الوحيد في مدينة زوارات خلال فترة الأعياد وهجره خلال الأيام الأخرى يعكس عدم تعود الأطفال على مثل هذه المنتزهات التي توفر لهم فرصة للعب والتسلية خلال أيام الراحة والعطل بعيدا عن جو المدرسة والبيت وما يعنيه من راحة نفسية
يحتاجها الطفل للنجاح في حياته اليومية الأخرى. سيد أحمد البوكار سيرة، زوارات الموريتانية. ويبقى معنا من مدينة زوارات مراسلنا سيد أحمد البوكار سيرة. أهلا بكم سيد أحمد. ما مدى استيعاب مرحبا بك ما مدى استيعاب هذا المنتزه الوحيد للأطفال خاصة في أيام العيد الذي يشهد إقبالا كبيرا، وهل تشكل الزحمة في هذا المنتزه خطرا على الأطفال؟ الحمد لله، يمكننا أن نقول بأن مدينة الزوارات تشهد عزلة سياحية كبيرة، فلا تتوفر هذه المدينة رغم أنها مدينة أنشئت سنة 1991-92، لا تتوفر على منتجع سياحي أو موقع سياحي على الأقل بالقريب من المدينة يلجأ إليه السكان أوقات الراحة والأعياد. ومع ذلك إلا في موسم المطار فإن الأسر تلجأ إلى الخروج إلى مواقع تجمع الماء في مختلف المناطق المحيطة بالمدينة من أجل الراحة والاستجمام. لذلك فإن الأطفال يلجؤون في أيام العيد لهذا المنتزه الوحيد الموجود في مدينة الزورات، وبالتالي فإنه يكون هنالك ضغط كبير يشكل توافد الأطفال وآباؤهم وأمهاتهم على هذا المنتزه، وبالتالي فالطفل يستطيع أن يلعب في هذا المنتزه، ولا الوالد أو الوالدة تستطيع أن تطمئن على طفلي خلال ممارسة لهذه اللعبة. وبالتالي فإن هذا التوافد الكبير يشكل خطرا كبيرا على حياة الأطفال إذا ما لازمهم أبواهما. إذن هذا يدعو إلى خلق فضاءات سياحية وأماكن للترفيه. هنالك دعوات الحمد لله تولدت من هذا المنطلق، تولدت بإنشاء فضاءات جديدة. هناك شركات تفكر بجدية في إنشاء فضاءات يلجأ إليه الأطفال ولما لا الكبار للتسلية والترفيه في هذه المناسبات سواء كانت الوطنية منها أو الدينية. المدينة مدينة زوارات مدينة عمالية، وبالتالي فإن العمال وأبنائهم يحتاجون إلى كسر روتين العمل داخل الورشات وأيضا الحياة داخل المنازل إلى فضاءات أرحب يجدون فيها بعض المتعة والترفيه وتغيير الروتين اليومي للحياة. شكرا جزيلا سيد أحمد البوبكر سيرة، كنت معنا من مدينة زوارات. يتزامن عيد الفطر المبارك هذا العام مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث لم يبقى من وسيلة لدى الكثير من المواطنين لإرسال الأموال إلى ذويهم خاصة الموجودين في الداخل وفي مناطق بعيدة سوى مؤسسات التحويل التقليدية المنتشرة على عموم التراب الوطني. التقرير التالي يرصد جانبا من نشاط وحيوية هذه المؤسسات وحالة التدافع عند شبابيكها خلال أيام العيد. حينما توصد أبواب البنوك والمؤسسات المالية تحت حجر الدوام والعطل والأعياد وغيرها من المناسبات الرسمية، يجد المواطنون متنفسا كبيرا في وكالات التحويل الشعبية التي تعمل خارج مساطر الدوام وتتيح إرسال السيولة المالية من أقصى نقطة في الوطن إلى أقصاها. هذه المحلات اللي هيها سهلت تحويل الفضاء خاصة في هذه الأوقات اللي هيها اللي تعود الناس بحاجة لمبالغ من أجل سد حاجيات العيد خاصة فوق طيب، وطبعا على أنها سهلت خصول المواطنين على حاجياتهم من 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 استهلاكهم من الفضاء سواء كان يومي سواء بدارك حالنا قدنا قبل دارك حالنا رسالة، ونين يطرالي علني مزيت ندور رسالة أخرى بسيط تجيني مباشرة ما فت مشيت. نشتغل في الولاية من أهل النعمة، ما شاء الله رسالة الفضاء ما شاء الله خفض علينا ياسم اللمو مشون طرحوا منه عدلوا الخيام حالتهم كاملين حوايجهم ما شاء الله، وهذا هو شهر عيد وهم الحمد لله معدين في حاوجنا هون ودان مشوار من هون ما شاء الله زين الحمد لله وفي الحمد لله العات هون في الأرض الحمد لله موصلة لنا حالة تعلان كامل. وعلى الرغم من تطور فنيات التحويل في المؤسسات المصرفية والإلكترونية وعبر الهاتف، ما تزال مؤسسات التحويل وجهة السواد الأعظم من الناس،
لسهولتها وبساطة إجراءاتها. نحن هنا في خدمة المواطن، خصوصا في هذا الشهر الكريم، راجي عن مولانا إن شاء الله يتقبل منا صوم رمضان وقيامه. نحن هنا في خدمة لتحويل أموال لنحاء الوطن الكامل. ما شاء الله هذا الشهر، هذا الشهر كان العمل فيه جيد ما شاء الله، خصوصا في هذا الأسبوع اللي هو فيه هذا العيد، مقبل على العيد، ما شاء الله خدمة جيدة. هون نوصلوا مبالغ لحد كامل جاي يحول المبلغ شهر أي براسة يبقيها عموم تراب الوطن، ما شاء الله نحولوا للفضاء، وما شاء الله العمل حالا جيد تبارك الله، عمل جيد ما شاء الله. منذ ظهورها في السنوات القليلة الأخيرة اكتسحت مؤسسات التحويل الساحة بشكل كبير، وتضاعفت أعدادها في الحي الصغير الواحد لتكون سندا للمواطن في ربط الصلة بذويه ماليا، وفي ظل إجراءات مخففة أقرب هي إلى روح المعاملات الأسرية منها إلى المؤسسات المالية الصارمة في إجراءاتها التدقيقية ودوامها المحدد. محمد المصطفى، فابو قناة الموريتانية، مدينة روسو. إلى هذا الحد تنتهي الفقرة المخصصة للغة الإشارة. نشكر باسمكم يسلموا ليحفظوا الذي رافقنا فيما مضى من هذه النشرة. إلى ولاية الحوض الشرقي، حيث تشتهر مدينة النعمة بوجباتها المميزة ذات النكهة الخاصة. وتتصدر وجبة المون تلك الوجبات، حيث تدخل عدة مكونات طبيعية في تحضيرها. مدينة النعمة التي يعود إنشاؤها إلى أكثر من قرنين من الزمن تشتهر بوجباتها ذات النكهة الخاصة، ويتعلق الأمر بالمون ودغن. وجبات نحن أهل النعمة هو نعدله في رمضان، الوجبة ورك شوفها جاهزة كامل صيفتها، هل لأن يلحق المقرب جمع مادة لها لا تسقى المادة يديها، وطاجنها جاهز وتمرها جاهز وزرقها جاهز. شوف هذا البن الرايب، هذا البن الرايب، وهذا سنقتي، نقولوا احنا مقوري سنقتي راعي اللي هو مقوري، وهذا التمر، وهذا دقنه مع اهل بن الرايب شوف الك، وهذا مون الفرينة عليه الشناشة الحماء، نقولوا له احنا الشناشة نقولوا احنا والناس تقولوا الحماء، وهذا اللي له شوف هذه قمنة، هذه قمنة وعليها البن الرايب، وهذا سنقتي ذهو، وهذا سنقتي شوه يابس ما هو مخلوق. إعداد وتحضير لهذه الوجبات التي تتصدر المائدة الرمضانية على مستوى عاصمة الحوض الشرقي، لكنه يتطلب بعض الوقت. إيه تبارك نسف، شوف أنت عدرو منه الشرب، هذه الشربة الأولى لترمضان اللي عندنا نبطهون عدرو بها زرق نشربها، ما نسبوا لكم التمرات ونشربها هي ونعدل ذمون يدقنا العدن ندور ولا ما ذاك، هذا بعد ما وجبات نحن أهلنا من عدل مولي ذمون الفري نحوز عليه نقبض الفري، شوف هاي الفري، شوف فرع الفري، نشوف شوف شوف يطيب، شوف شتو أي وجبة جاهزة للصيف. وهذا برك مونة مون الفري، وهذا الشناش الحمام قلنا احنا يؤدل اللعبة الحمام، هذا هو فطور الصايم والله. مكونات أساسية من الحبوب والبهارات المعروفة محليا بالشروط تدخل في إعداد هذه الوجبة ذات الطعم المميز التي تعطي للمنطقة طابعها الخاص. الفاغاولي الشيباني، قناة الموريتانية، مدينة النعمة. أشرف مستشار والي أدرار المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية سيد الشيخ البلال على تقديم دعم مالي لعدد من التعاونيات النسوية في ولاية أدرار، ويقدم هذا الدعم من طرف مفوضية الأمن الغذائي، ويبلغ 500,000 أوقية لكل واحدة من التعاونيات المستفيدة، والتي تصل 20 تعاونية من مختلف مقاطعات ولاية أدرار. يأتي هذا التدخل في ظل الاهتمام المتزايد من طرف السلطات العمومية بالفئات المتعففة من المواطنين، وخصوصا ما يتعلق بدعمهم لإقامة مشاريع مدرة للدخل تمكنهم من العيش الكريم. وعلى هامش حفل التوزيع، أدلى مستشار والي أدرار المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية بالتصريح التالي للقناة الموريتانية. هذا من حضوركم هون الإشراف على
انطلاقة عملية دعم مقدمة من طرف مفوضية الأمن الغذائي. تتجسد هذه العملية في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ غزواني في إطار تعهداتي وبالأخص أولوياتي الموسع، يهدف هذا البرنامج إلى تقريب ومؤازرة المواطنين الأقل حظا أو الأقل دخلا. يهدف هذا المشروع والدعم المهم واللي سيستفيد منه على مستوى الولاية 20 تعاونية بمبلغ 50,000 جديدة أي 500,000 قديمة. وهذا البرنامج مهم وهو تجسيد سياسة الدولة في إطار تقريب الخدمات المواطنين وظروفهم المعيشية. أشرف حاكم مقاطعة العيون السيد الشيخ سعيد الباقي لزوال اليوم في المدينة على توزيع خزانات مياه مقدمة من طرف جمعية الفقيد سيد أحمد والسيد لمين الدو على بعض أحياء المدينة في إطار الجهود المبذولة للحد من مشكل المياه بالأحياء النائية. وخلال هذه المناسبة تحدث حاكم مقاطعة العيون في كلمة له عن أهمية هذا الجهد في إطار المساعي المبذولة من طرف السلطات للتخفيف من مشكل العطش الذي تعاني منه بعض الأحياء التي لا تصلها شبكة مياه المدينة. من جانبها أكدت ممثلة الجمعية سيدة بابا من سيدة لمين أن هذه الأحياء وقع عليها الاختيار على أساس الاحتياج، وذلك بالتنسيق مع السلطات الإدارية والبلدية. وقد بلغ عدد الحاويات الموزعة 5 سعة كل واحدة منها 3 أطنان لصالح أحياء المغيطي والكنيبة والعرقوب والسعادة والإدارة. وفي نهاية النشاط أدلى حاكم مقاطعة العيون بالتصريح التالي لقناة الموريتانية: السلطات عدة إجراءات من أجل التخفيف ووجود حلول لمشكلة العطش اللي تعاني منه بعض الأحياء الغير مشمولة بالتغطية، تغطية شبكة المياه مياه الشركة الوطنية للماء. الأحياء معروفة بأحياء المقيطي، هي أحياء عشوائية وغير مربوطة بشبكة المياه. في إطار هذا في إطار الخطة المبذولة من طرف الولاية تم توزيع مجموعة من حاويات للمياه، وهذه الحاويات مقدمة من طرف شركة الوطنية للماء، وتضامنا والله دعما لخطة الولاية وهناك جمعيات بدأت دعم هذه الخطة. من بين هذه الجمعيات جمعية المرحوم الدو والسيدة لمين، واللي قدمت 5 حاويات ووزعتها بالتعاون مع السلطات والبلدية على الأحياء اللي تشهد موجة عطش حادة. حمزة والسيد أحمد خمسيني يسكن في مدينة واذبو ويعمل في مجال صناعة سفن وقوارب الصيد التقليدي منذ أكثر من 30 سنة. وقد استطاع حمزة تطوير خبرته في المجال من خلال تصميم أنواع صغيرة من السفن بوسائله الخاصة. مراسل الموريتانية في واذبو رافق حمزة وأعد القصة التالية. في ميناء خليج الراحة تتعدد الأنشطة بتعدد وتنوع اهتمامات الصيادين التقليديين، فلكل صياد هنا قصته الخاصة مع السفن وعالم البحار. حمزة سيد أحمد رجل خبير صناعة القوارب التقليدية وتركيبها وتعديلها منذ 3 عقود من الزمن. اليوم يتحدث لنا عن تجربته الجديدة مع تصميم السفن الذي بات يبدع فيه من خلال صناعة سفن صغيرة تحاكي السفن الكبيرة في أشكالها وفق المعايير المتعارف عليها في مجال التصميم. احنا اول شيء نعدلوه منها عدلوا بعد قاع الهيكل، ونفوتوا عدلوا الهيكل رانا نتلاو عدلوا التصاميم الخراكيب الدار كيف كوزينها كيف دوشاتها كيف كلاتها. اذا كان كلات احنا عدلوه غير نصموهم اللي انا حكم ان نرسموهم ذاك فاهموا اللي انا نرسموهم فيه تقعد انسان وقف عليها كل شكل كل قطعه منها يقد يصممها لك يقول لك هذا بلدك كذا وهذا بلدك كذا. هاي السفن اللي هي نحن قادرين على عدلوها كبيره، قادرين يعني عدلوها صغيرة، وقادرين يعني عدلوها وسط، أي حجم يدور ورقاش نحن مستعدين نقدر نعدلوه. يمر تصميم هذه السفن بمراحل متعددة ويستغرق بعض الوقت،
كما يتطلب معدات وآليات معينة تساعد على استخدام المواد البلاستيكية التي تتم بها عملية التصنيع بالطريقة المطلوبة لتصبح جاهزة للعرض والبيع، رغم أن الإقبال عليها ما يزال ضعيفا حسب ما يقول. بركاتها قبل جميع التصاميم اللي في السفينة الكبيرة جميعها كاملة. شوف هذا بركاتها بلد القيادة، هذاك انه هو بلد قيادتها، شو مراي وراعي. سمعت؟ شوف هذا هنا تي بلد مدخل الشر، بلد المكينة. شوف هذاك هو بلد منين دار فيها قصبار. شو هذا هو باب اللي يدخل من القبطان السفينة. هذا انه هو رادار، هذا انه هو شكمه المكينة. انت شفت هذا اللي قال له بلاستيك، انسان جبر دعم وجبر مادة داعمته، ما خالق شي منه ما يقدر يعدل. يسوى هو شنو؟ ويطالب حمزة بنصيب من الدعم والمساندة حتى يتمكن من تطوير تجربته هذه ونقلها إلى الخارج عبر المشاركة في معارض الابتكار أو الحصول على إمكانات تؤهله للمساهمة الفعالة في مجال صناعة السفن وإصلاحها. عبد الودود السدنة، الموريتانية، مدينة واديبو. نهاية النشرة، إلى العناوين. بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل ترقية وتمهين الصحافة الوطنية. ولاية نواكشوط الغربية تعزز خطتها الأمنية الجوية على طول الشاطئ لتأمين المواطنين في أيام عيد الفطر المبارك. مظاهر فرحة العيد تعم مختلف ولايات الوطن وإقبال على المنتزهات وأماكن الترفيه في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير. في أمان الله. إلى اللقاء.